الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، حمزة ابن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب صحابي تطبعتني كواد والنبي قادر في صلى الله عليه وسلم أي نطبح النبي الله سبحانه وتعالى. أسد الله وأسد رسول الله وسيد شهداء المسلمين. وأنين غير أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم كان سيد شهداء المسلمين. من كستاء شهيدة وسيده حمزة وأنين كان لباحة جيسيقة. هذا الصحابي كان أو هذا الصحابي الجليل كان تربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان صبيين يدرجان في شعاب مكة. صحابيا ولد أها لف الأها لا أساكها نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقو يرير دوحة أي هلك كل حوريق الجرين مكة إيوه عرجو ذي ذا يوذيقها مكة إيوه بورها دحذو ذا. وكان أخذ له من الرضاع حيث تغذى من ثدي واحد. نبي صلى الله عليه وسلم ولا بولاها حق النوق مرة مدامة هل هو إني أيوة النوجسي. وكان يتصل به بأوثق وشائد القربة وحكره انت وليا يسجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكتنيه حكتنيه مركي تاجنته تنوص الرئيس كده حيسي ذلكم إنك أم قال إن هو حمزة ابن عبد المطلب، حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول الأعظم وسيد شهداء المسلمين. نبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أهنا مسلمين تشهد معركة شهداء سيد كول. كان حمزة بن عبد المطلب يوم نبئ الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قد جاوز الأربعين قليلا. حمزة مالك النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي نمضاس إلى هيئة سيئي. حمزة هو عانين مكة أفرتن جرسدي رغا يربال وقسي درسنبه. وكان يوم إذن سيدا من سادات القريش من سادات قريش المعدودين. وقت كان هو أها قريش فادو قيدين وقتهم بعد أيتهج قيو سيدو أها مركة حتى أسيادة أمضتك أسيادة مضياشة و الرب وقدم بيو قفك استوى انتو اسكسوا عمامة حتى اسم الشريح الجرين ضد فرقو تيرسة أيوك الجرين. وصنديدا وصنديدا من صناديد المرموقين ومن صناديد المرموقين وعقراها عندنا نم جيسي رئيسنا ددك جيسياشا لطير الصدر اسمه مكان أسر وقريش الكجر تحسب له مكة ألف حساب ويكن له أهلها الحب المشروع بالتجلة والعظام. مكة رنبا بات السنة السي سوالا أو آدي أسر السنة ولو وينين يعني سهل مكة مان يعني معنى مركة لغا صوتها وحاو قدام بين دون سيد شهداء المسلمين. مركا لغا صوتها ويا هاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أليكي مركا لغا صوتها مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي معركتي عمل كوة دبنوغين انت سنة مركا لغا صوتها نموك أهالة تسان نمبر ون وجلو ورايش مدك ديرا هذا فرتا اللوتا واكا انك مانتا وذيكي نواني كلي فرتا الوفيقي مركا نموك أهالة سلاء سلطة صديحة ولها صدام. وعلى الرغم من السلات الواشجة بينه وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإنه لم يعري دعوته كبيرة انتهاء كبيرة اهتمام يضو يسجي النبي صلى الله عليه وسلم حريركا حكتنينو آد كأحوك البضان يضو كان حي وعدك اكتاي ايان جنين ددك وقوحي يصرع أساهاتي حدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوه يسوح وكمان وقنين وحي اهتمام يحضنا كمان وقنين وغضانين. ولم يسلم حين أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين. وقت جددك والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أويسك أنت وقصة كيس وقصة كيس وسجارة وقد جايين مركانا
الاسلام ما سوى كده النبي صلى الله عليه وسلم دتكو سي غود عنا ولا هله رير كان سيجار ولا هله كدي مركي سو دكت وانذر عشيرتك الاقربين حكتنا سيجار ولا هله مركي سو دكت النبي وتن ولا هله والله فلف يجيل ولا هله الا مركه دم يا فاطمه تو بنت رسول الله سليني مالك ماشي فاطمه اه انت هي هايدي واحد دونت عليه الدنيا ويجلس لكن ما كنت اجت تاتي اخر عقب وما قلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم مركي سيدا يعني وحايا هيك مك نينك وقهر راي انا لها الى هذا اسلام كفرك فرت اوتاك اسلام ينو النقض حمزه انه هذا يعني مرهديبا اخوه من الرضاع مرهدو عمه يعني مرهدي تلب اما اتراب ايهين او اسكداء ايهين او يسود عيالي الدرين ويرانتي صوت قاتل وحكسك الحين ولقد كان الفارس الهاشمي صاحب صيد يجد فيه متعة الكبرى ويستنفذ في كره وفره طاقاته الزاخرة المشبوبة هو المشبوبة نينك المركة فارس كأهل يقع هاشم يقع نوحو أها يستوى ما أردتي ومكو مشقو سمعت أنا إنه أغارتها إسكا صدبتو إسكا أغاصل إسكا أغاري هنوها تابو مركة إنجايمنتي يا راحة يكدري من جري لأنه كدري من جري بعد عيدة مركة مكو سيسعد مكو صاصعد أول دي سعدان بين نوحو سكاها ما أردتي أول له وفرتكي كجرة دقائق كرة بلغ أشده كأسي سبوها مركة شغل كيسا لما جبل كيسا نمو حبوه هنا أغاس التقاء ومنون صار أغاس وصال لابد شغل كرة مهي هي هوشي مركة راكو لبعض وفي ما كان ذات يوم راجع عن نصيده متنكبا قوس عارض الرمحة ما لما محك المركة يسوى قصة لابد برنامج كيسي هوبي يوها إمو صار أغاس راح إذا ما كان قرب قصاص عارتي قوسكي ومركب كوغار سنه ورن كي سنه ساو سته يمشي مشه الزهو والخيلاء اسكا صعده صعد نوعا ما وكجره ما عرفتي فاجرتن ايو قب وكجره صعده ودس اسكا مريا لو ان حروان وهاي اذا اعترضه او اعترضته مولاه لبني لعبد الله بن دنعم وقال له وحكى صهر بحري هواني مولاه أهي عبد الله بن دنعان وكجرا أجواد مشهورين في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم أيو ما أردت قبل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نكاب الله قل وكاسع الكتر وقالت له لو أنك يا أبا عمار كنيدي سعيد أبو عمارك وحمزة لو أنك ما سمعت أو سمعت ما سمعت من سبابي من سباب أبي الحكم لابن أخيك محمد ما أنت أبو عمار هذا النقل لهي نيكي أبو جهلها تم ولالك كل جل عاي أفلقات هذا النقل لهي ما كم ما يصير يعني معنا وحلا شيء كده ما أفكي كما قد تم أو شيء كده لكن ما أنت نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت بني آدم اللي بهدله وما الله جاب بعه أو شريكتي سمع الله جاب عبي وجاب عاد الوضع إنك أي معركة أبو الحكم أبو الحكم مركه نبي أبو جهل بحي أبو الحكم يا أبو بحي أو أركي إنه أهان معرفة صاحب الحكمة وحق حكم لكن نبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل أبو بحي ورأيت ما رأيت من هجمته عليه هذا الأكل هيسون منك منك هو يا لكان ذلك لك اليوم شأن آخر ما أنت سكلة موقف القاضي هيد هذا ما أنت أركي له وحف لقاه دام أبو جهل أبو سكسر بحي أبو الحكم هذا أركي له وارك بعد نبي محمد هو هذا أركي له نيو ما أنت سيدا ما نصعب يعني شئ كلام ده فما كانت كلماتها تلامس سمع مركي هذا الكذاب ودقي سساق ودعين حتى استشاط غيظا وتميز صدره حميه مركي بعرو جقلي مركاس يسوي ضمبة استمارة عبر صمي قرب سنع مركا ماشي السر ماشي مو سر يسي عرو الجرالي وسأل الفتاة عما إذا كان قد رأى أحد وهو يسبه مركاس يجودي معدك كور هيسا مركي عايدا سيخ لقاد إلا عيسا قف كلمة شبه جوه انت سؤول دي مرة مركة أولي نوع على قيادة كان قيد انه دب من تخشي ليسا نسن كوكا تسومين وهو صدق فقال ان قرآه ناس كثيرون تطرب الله ما شبه جوه بل ما أعطي يعني كان قيد معها لقاد المركة إلا عيسا يعني طبعا ويكالد وانت مركة قوك مركو سيقا وبرايفالي وكوع عايب يمر على ملأ من الناس دكو وماشي جوران وعايب سكوميت معها مركة حتى النصيحة إسكت داية
عاير لغان إسكا دي دادكيوك وانا مطلع هدي ماشا لغو نصيحة نصيحة في الملأ تعيير بيدان يعني تان ما وانا ما قفت مرة بحلو جعل هاي ان خلاص صراحة ما نحن لو ونسيب قارة لسو شيء عاي محد ما لن يسامر هدي نصيحة دي كلمة دي وانا سنين اللي يري طبلك لسين موقتا دادكو دان اي وانا مطلع يعني لو شيء محد ما لن يسامر كيف لغا تتا انت اسمك كون دان ميا مقل ها فعاد الفارس الهاشمي أدراجة دي بمك أورغا يعني ويما موجه شطر الصفا مركز روحه اباري حق الصفا وماشي صفا يبرا موضع مكة كتير حيث كان ابو جهل يتوسط حلقة القوم مركز روحه ابو جهل رق يضط وماشي فدي برطن كفدي وهكا كشيكين فأقبل عليه وضربه بقوسه ضربة شجت رأسه وسال الدم مركي بقوسك يقرب كشبتي ولد علي مركز روحه دي كراكين مضحي ودلاعي مركز بيجيسي مركز ساوب رقاب انت مركو سمي كده يبرد ثم اعلن اسلامه على رؤوس الاشاد بيحي ماشي في الجدام بروحين ما انت رب الله بقال انا المسلم وجهر بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله كلمة دي خد واقع الا وان عربي ومطعنا ان انت مساجد لك يا نبي الله اجا طبع ده مركو كلمة دي فهم سيه وحيته اشهد ان لا اله الا الله وقال متحديا سوى كعريسين يبرد ها انا ذا قد اسلمت واكن عن اسلامي واذا كان في وسع قريش ان تردني عن الاسلام فلتفعل هذه قريش شكرته ان الاسلام فيه يعني سبب حصل بين وكاس يا وحي قال كرمان يعني معنى وعد السمك ولما راى بنو مخزوم دماء سيدي ابي جهل تنزف من راسه وتغطي وجهه فيا بنو مخزوم مكه وعلى سي وصبع مكه وصف الى دعاي مركي اركين سيد كودي ابو جهل ولي جساء وقد عضني وجهي سوء طبالي نهضوا إلى حمزة بن عبد المطلب يريدون أن ينالوا منه مركبة وينقذان وحي وبحين حق حمزة بن حمزة يور ربا أن ينالوا منه إلى مكة جعن قاران ومكة وحيا ليان فما كان من أبي جهل إلا أن قال له أبو جهل مكة سبع دعوا أبا عمار اسكت داية فقد أهنته في ابن أخيه ما أنت ابن أخيه ويتم وذلك ويهنم حمده كوضا ما أنت آجل وهالي المال وقابعان حين سببته وشتمته على ملء من الناس وحان أفلقات دي هو بهدله يضبط أي مخليا مركز كده هاي كربو لي ورنتي مس يعني موقف وقعتنا بضم بكرد رنتي كده دجي وفي لمح البرق البريس كده ذاع نبأ إسلام حمزة في مكة وحان مكة لم يطلق صديق إنه حمزة إسلام في سوغال فوقع ذلك الخبر على المشركين وقع الصاعقة وقوع الصاعقة قريش أمريكا مركة كما ين سكر دين برد مركة كسود لها بسلتي أوكر يعني وحي هاي مصيبة وأدي الغوت من اللي يعني حمزة إسلامي طبعا مركة ذات كان إسكاري ريال مركة إسلامان وكلائيو ذات كان نوعا ما إسكاري أدوى مضايو مركة إسلامان انت إربيان بيسير عيني أمو إكا أبقى سنكا لكن حمزة من الغوت كرمه حمزة إيه عمر خطاب خالد إيه الله ما صار مرة وقفت بي لك المركة مرة مثلا نوعا ما تي ادب مثلا اما رسول الله صلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم مكي ام مقلي حمزه اسلامي فحدث بما شئت عن فرحتي باسلام عمه ولا حال يعني مطلوح لقياس كلامها فرحد النبي محمد وفرحي مكي ام مقلي اديك بقى اسلامي قدوس يعني انت فرحد العبيلك تعب واما المسلمون صوما فقل ما طاب لك القول عن بهجتهم بالضيام سنديد قريش إليهم وحى الله وحي آد ما أردت به كتده يعني معنى يونا آد وفرحا ننك كان هل يلقى قريش كتهسن وذيك لا النبي قال لك إنه كصوت بيرو يونا آد وفرحا فهم عرفوا في مكة يومين أبهج على قلوبهم ما عز على نفوسهم هما يوم إسلامي عمر بن الخطاب ويوم إسلامي حمزة بن عبد المطلب كنت رامك لا مالين أو فرحت بغن بصوم مرت تاريخ دول لا مالين أو خلاص فرحت بغن بصوم مرت لا لا ما مضى حي مالين كي منو خضاب وصا إسلام الكو إيمانك كي حمزة وصا إسلام لا لا ما مضى لا ما مضى الله بيجي مرك ما يجي فما إن أسلم حتى عزم على رسول الله صلوات الله وسلام عليه بأن يخرج إلى الكعبة وأطوف بها مرك إسلامين بينما إحنا بيقول صلى الله عليه وسلم هذا كده دو ما ليس أشون كؤدي المجرى حق في عبادة سنة أدين وطوافين أيوة نارك يعني ويؤدي صلاته عندها على مسمع مرء من قريش
صراحة أنا كنت كيو كود جيلك وعركي كنا مقضية بس جاب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كمكة وكدليست وخرج في حراستنا لو ذا مكة قرب كسعوا إلى لينيا أحدهما أمامه منه كهريا والآخر وراءه منه قدم بيا حتى بلغ الكعبة المعظمة كعبة دي شرفت لها إلى إكتين فطاف بالبيت سبعا نبي تتوجه وهي طواف وصلى الظهر عنده آمنا مطمئنا ضرات صلاة الظهر كاس كنت كده يسوق آمنا لكن أنت اللي يمادو يسوق سجود سن من ده بس الله صار رأى ويحل الضن الله يا لأ معقول مهما كان ثم انصرف إلى دار الأرقم وعيون قريش تنظر إليه كدنا هل كي ركتو أهيد كل ما لسان جرين ودار الأرقم من الأرقم أهيد المرحلة الأولى الدعوية السرية دار المرحلة الأرقمية وقريش أوصى إنها الله عيسى ماشي كده وقلوبهم تميزوا غيظا منه وضغينة عليه قلوب تؤم بي هوسبهم بس قدين أيام هوسبهم أعرتي على مركة أي له ريان لكن وحي قامت على مركة ملحة ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نبي ملك المدينة هذه كان أول لواء عقده لعمه حمزة ابن عبد المطلب وهو أول لواء عقد في الإسلام من مرة بدينا تجد قندير ديو الرئيسي أنين هليا يلو ديو اللي لا بيعال تك وحايتي لو ديو حمزة حمزة مرة حنوانا في التاريخ مرة ديو لو لابتا وأنين كي يقول رأي أبان دولاء جيش لو ديو اللي لا عرنك أدا سيدانية تعالوا مرة والرواية رواية كان روحي تنامي ساب إن وأها عبد الله بن جحش على تمام نوس الحمزة قول كلو سدحات نوال الشيء أنت إن كبر نوال الشيء لكن المهم كاتب كأنه حقوق عن عيد وقاتئ حمزة وها وفي يوم بدر ما نكي بدر أبلى حمزة في قتال المشركين أشد البلاء وأعظم فكان ثقيل الوطأة على المشركين ما نكي بدر كنت وعذرهم مجيء على قياس كلامهم وقالين لفظون كشيء كن نقلن من كمشركين تاع سيف النوع على ذي oo maashi ninka kaliya ee runta la dhihi karo kaartida ugu dagaal tagay ee qaybteedii ugu cuslayd ee guusha iyo libta ugu soo hoyay waxaa ka dambeeyay xamse bin cabdi muxtalib ila nin culus oo nambar culus buu ahaa oo aan loo dabac dhigi karin shadiida nikaayati bihi run ahaantii aad buu runtii ninka wuxuu ka qaban karaa maalinka waxa uu marsiin karo marsiin fama iltaqa jamcani bidalika alyawm alagar xataa baraza xamzatu kaljamal alawraq maalinka markii ay isu soo banbaxeen labada kooxood wuxuu dagaalada isu soo dhigto ayaa wuxuu halka ma aragtay rati mugdiisa leh isagoo ah yuu meesha soo baxay oo u dabac dhigay nimanka yani xooga ka muuqda iyo sida u muuqdo waqad wada calaa ra'sihi calaamata tumayizuhu can gayri halkaana waxa uu saartay astaan dad kale ka soo ceysa buu calaamad buu yeeshay watadullu calayhi man araada an yaqsidahu uu isku muujinay waraba qofkii raba inuu aniga isu xamzaan ahay وايكا يعني ازدبول يو قفل حرتا يو لثام لحرتا يو اسقرن ماها عمامة دي مسوح كان وحبه يو وايكا حمزة بيا ربطان ها علامة دا صنوطا وكان علامة ريشة نعامة حمراء اثبتا على صدري مارتي قريو بالكير وميد بكونو يو ميد بقددون عصانة او لا بتسا او صو صارتي وايكا القفكي ديارة هاي سوى هذا المكان طبعا وحبه هنين مكا جيسين المال بكتي لكن اسك دي كان يو ناد بو غبقين جدا تكرنا شيء كان ويقال لان شغلين سو غار من هجم وقبل ما وار هنا خرج من بين صفوف المشركين الاسود ابن عبد الاسود الاسد المخزومي وكان رجلا شرسا سيء الخلق مركا عيدا كي مشركين تو حكى سو بحي ان لما عم بحي الاسد ابن عبد الاسد نمو فاهمين اد يا ابو شربان اد نو اخلاق بيت مركزه أعاهد الله والعزة لأشربن من حوض المسلمين أو لأهدمن أو لأموتن دونه وفي روحا قد أردت اللبذي إلى أكل الله والعزة قد أردت ما أنت وحان ربا إن أموجيو أولا إن كعب كرب درك مسلمين إليهم كو أما درك أسان بربورين إياه أما بولدي ليا يعني معنى إن الوصول ضعف هكي أليه كنت إلو جسي قالوا إليه oo darka ku ahayd waxay muujinaysaa tamardari muujinaysaa marka qofka inuu yiraahdo taxaddi baan sameynay anaa inuu tusay kunti hoos sahlan maayo markuu sidaa yiri kadib fabaraza lahu xamza fadlan allah calayh wadarabu darbatan atara saaqahu fawaqaca calaa dahri waddimaau tashquru minhu xamza markii intuu usoo baxay markiiba seefta qaadsiiyey markaasuu wuxuu jaray shanshaduu jaro lugta lugtii intay soo booday bay dhabar ka fooshay
ديقو نسامك أو هالقناة بك. ثم دعا لأحبه نحو الحوض ليبر أو ليبر يمينه مركزه عبد الله إنه مو دارتي عروة دارتي إنه مال مريض يسوق اللب أن بهالك كسي كركورتي والربا مركو ضاقي إن توت هالك كعب فأجهز عليه حمزة مركزه إسرائي حمزة قبل أن ينال المبتغى إن توصل ضاقي وسعد ما يكون دوا تجينا وإسرائي كو. ثم خرج من بعد عتبة كذب حصاب بحر عتبة من ربيعة كو ومعه أخوه على سعد ولالكي أو شيبة أو شيبة بن ربيعة وعلى سعد وابنه الوليد ويلو على سعد. فلما فصلوا عن الصف دعوا للمبارزة يبن مركة وحل جارة مركة قلت مبارزة وحيلا أنها وصل ما هو يهي مركة وعتبة يولالكي يويلو على بعض. فنهد إليهم في لمحة الطرف مركي وحد تو أسوي أسوي بوذي البرقس ثلاثة فتية من الأنصار سدح لن يرى أنصار تكملة كعواد الرماح وحال المودة سيدة أي معركتي ودو دي سيدة أسود بوهن ورمضة طورق أو كلا وتاكتاقن. فقال عتبة عتبة من أنتم كون ما صبح يأتي لهم. فقالوا جماعة من الأنصار روح من هذا الأنصار تكمل. فقال ارجعوا ما لنا بكم حاجة نقلات ظن عن الكلنا مرة. ثم نادوا مركاسي الأواقف يا محمد أخر لنا الأكفاء من بني قومنا لك إنك إنه ربك من كفك إنه نص ساعة لكن هذا ضد أنصار ضد مالك عن ربنا ضد أنك أنك هذا الشيء وأن نسكن نصر نهاي وأن رنتي كف إسون نهاي قال هذا نص ساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث عبيدة الإستاك وقم يا حمزة بن الحارث ابن عبد المطلب حمزة هذه كان إستاك يا عبيدة بن الحارث ويا حمزة ابن عبد المطلب وقم يا علي بن أبي طالب سدح له كلمة وعلي وحمزة وعبيدة. فقال عتبة الآن نعم أكفاء كرام ها حتى نسوي لنا بحالنا هاي إزجير معقولة أو مركز وسكو بيغن. فقال علي مركز فقام علي إلى الوليد بن عتبة علي ومكي أنتو اشتاري وليد بغو بحي مركز وكان شابين متشابهين لبن يرى شو عندنا ويا هاي احنا ذكر من اصلا والله هذا الشيء. فقتل علي ومكه شكو بيري كامل على صالح. ثم قام حمزه ابن عبد المطلب الى شيبه ابن ربيعه حمزه لسوق قال شيبه بحيصنا وكان متقاربين سنا حق دائد وشو ادناي فقتل سوق قال بيري ديك شيبه مركا و 20 مريسه. وقام عبيد بن الحارث بهذا الاستعجال الى عتبه وكان شيخين لو دأب يا هيا فقتلوا مركا ودلي عتوة للدلي طبعا لكن داوع بإسياسية داوع مكة سوق قاري عبيدة ومسلمين تكسعدي واتي ثم استشهد عبيدة متأثرا بجراحه داوع كسوق قاري ماشا مبارزة هيا انتو سميها كاسو مكة ساسو مكة اسنكو شهيدي إذن ماشا مكة حين مقتل سدح لبي لك الدلي مسلمين تعمل في دي ايه الدليل رنتي تعالوا حي موجي رسا رنتي ابطاش ماشى الصبح عليه ليس سهلا. وما ان قلت الى ابطال قريش الثلاثه في لحظات معدوده مركي لمن كان جيسيا شاهد يدها قريش كالصعرة مركي لا تخلص البرقسيه لا تخلص حتى حمي غطيس المعركه واتن معركه دي يبيعك عرق الشارع وابلى حمزه بلاء ملأ قلوب المشركين حقدا عليه وكيدا منه حمزنا مالك اسمرك نمبر عرس بقصدي مال عرس وكسر بحي الى لدرجه ان منكي مشركين تاجي الارك وقع رودين انه حمزه مالته وحصل لك الربوي. وفي احد دقات احد انا مكر حياتي بلا وفي احد كان المشركون يريدون ان ينتقموا من قاتل رجالاتهم عامه وحاكوا ان منك مشركين تاين كارغوسان رجل رجل اللاهي هو ليس بقى وقم ليس مركو حاجري قرن أو أي درجل وجيران وترك أو قرن وكانوا يريدون أن ينتقلوا من حمزة خاصة سجارا وها وأستيسنا قالوا على مدرسة حمزة حمزة يسوي سجار يسجار وكذا يلا أنت بقى ده ما أنت دولت ده حيان إن الله أنت كتب قال أنت قال كي بدر رجي قريش لاي يوم ده ما أنت ده حيان هذانا أو كسيد جارك على مدرسة حمزة بعد أن أذل كبريان في بدر وقتل من أقياله من قتل ما دام
رنتي وكيف الكود هكا كود جبيه من أقيالهم سلاطين تود يؤذيوا له العمر كل عيانه طبعا مكة نكاسي قال مكة لو إيجاني ولما رأى حمزة الهزيمة التي حل بين المسلمين هاجة ومان حمزة مكة بيالك طبعا ما تكوش عليه بيالك طبعا الله شاط بولها قيبت أكوان المسلمين تاكي عن سريه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يري مسلمين تقوط تنميت ويري هل كان بورتة جبل هما هل كان حصوى دعفين هذا عرفتان حتى ماذا حيالي أو قرر وهذا إن الدول حومانا يسو عدد كي يلعوني هذا عرفتان ليه قصة ورقني ما صوت أغاك كتان نو ما روات ماشي نتاقنا لكن طبعا قرانكو سيدان دور جاء كسو الشيء كأني نفسيات لذلك وطنو كهالي وإلهي سبحانه وتعالى أبتمام منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين ولي آيات رح يقول له ولقد نصركم الله عباده إلهي سبحانه وتعالى قلت النوم يعرف تكو إن إلهي سبحانه وتعالى إني قرقاري قرقار بالإنسي لكن مشكلة رح يكب علي مركي لبت على الشام وأسر هذا خلاص إني كأبكاري منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لبعضك رقيب سبتان قال الدنيا طونة ومركي بورتي كسوا بعد عيري الله إلهي خلاص نيانكي واي عربين عليه حكديان حتى على قيب سنة يا حوله يغنى انتي هم قولي بقى ينسول دجي قلاله وقلال ومنكم من يريد الآخر وقلاله هكا انتس كيف دي خالد انتو قلاله كبير من هكا مكا ماشا كل شهيد مركا إله مركو الحير مرة هدي بهم قولي ماشا وصول قلي الدنيا الدور ماشا اي تيمين دابا جيب تمام وطيسة تانا ثم صرفكم عنهم يبا تليكم إله وينك حيو يا مركا وحان رأي لدي امتحانه إله سندقنا وصول نقر درسي وحى الله قلنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال النار وحى الله قلنا في الرعيد الأول وحى الله قلنا في عسره الزاهر الإسلام إذا وحيق وسودك وحى الله قلنا إلا برا موضى قلان نال الدنيا الرادينة آخرة الرادينة موضى قلان نال معركة مركة اللي تجي مشاهدة أسرع إحدى الحسنين والله قلت أما وإنا الدب سوهي والله قلت لكن الدنيا رأى معقول ما هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأى الرموضة لو الرماد بن آدم كان لهرة إيه جبية مركي تاجمت هاي إخلاص كي يوحيابا خودي من كبالا الرماد كو وحالضان أفكر أنتو حالك هذين إيه إخلاص يعسي وكلف وجي تامد لبا أفكر عجب مركوش عجبيو هنا لو ضع مربى وإستاجنا أفكر إخلاص بيسوى داي لو ضع مربى درسي أنا والله قيل مركي كان مركي أحد فاتلنا ليه هاي منكم يريد الدنيا وما قلنتان والانكاروين مرنا ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين مالكي لقاري يوم حنين قال لي سيري ما أنت بدي صوما عيد إنك بضن الله عدد يعد صوما عيد إنك قال لهم مركي تاقنت هذي جيش عرم رباتي كون صوما وقرم سنسان دك جبك قبل حيسان إنك أوه هكا ماشي صار مريم ماشي صوت شيء اذا عجبتكم كثرتكم لكن تاريخ هذا دين من العسلان مروان من العسلان لها ما كثرة بحكومة قادي جلتين مية ما بدي وحلو قادي جلتين مية ما هو يعدد عدد وحلو قادي المية إيمان كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين مركو رو مشين كإيمانية سيدا مركا لو صار نمبر كاللقية قراطوه مريم حكومة قادي جلتين كما إذا قادي جلتين وريلا تورتورا تي مركا درسي على الله قيل لما دانا درسي وان نقطة مركا وحال عقادي واللي كان عجب عجب يوسف وقلي واللي كان إخلاص كان يوم مركا الدنيا يعني كانت تقول هل كان مركا مركي ماشي إذا علي هاج ومهاج مركا سود إثارة والضرب مركا سود ما يشتاق ويساق من إسبران بري قف وارك مركي نوع ما مصيبة إتمام مربح حقه وعرى مربح حقه وعرى يعني وقع كده ماشي مرحبا يا مرس وجعل ينادي يسوى قيلني انا اسد الله واسد رسول الله انا اهوي اليه سبحانه وتعالى جيسي الله انا والله سبحانه وتعالى يسوى در اله بايسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم انا اه جيسي ومكه كلمه اللي يعبر ربنا عبده اللهم اني ابرا اليك مما جاء به هؤلاء الى بري بان كاي قال الله حيني من قابلك عندك يعني ابا سفيان واصحابه واعتذر اليك مما صنع هؤلاء قوه ان روحي لي ما نصيبتي كو انه حيدين ما دين الهي وان كعدوا دارانيا وكو ذا مرك يعني تفرق المسلمين عن نبيه لكن نبي لا يكال عرّي اذا بهالشيء الله عرّي حواطاتي ان سلمات كما قال الصور صلى الله عليه وسلم نبي هل كان سلتاقين
إلي عباد الله يقول إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي أي راح مكو حيمون جينا يا ما شيء إلا جهتي حرد ما في مكي من جهتي رسولك أقول لي هنا أقول لي بركالي يوم يسير دائما المسلمين بحشي على العقامة إلي هو المركو أقول لي وآخر كان صوبت كان تي معركنا المسلمين تلو يعد كارب أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنها قل هو من عند أنفسكم إذن كان محمد كتم به قل هو من عند أنفسكم إذن كان أسوك هنا ولذلك كان رب جمنا وكبر الجيو عن مرة يصاب بحرة هذه أمة بكاملها الجماعة المسلمة هذا إسلام على كيسة سدة ضفر كتير سؤال دوية قد كنا وقت كنا الله وحي قال سؤال دقي النبي قال وجوه صلى الله عليه وسلم معركة وعلوسنا أي كلام أي هذه هي الكهلان حال الدين تلا لو مصريني قوشا سرنتي دفر ضمن قصة إسلام لها لكن إلهي سبحانه وتعالى جل وعلا مآلات كلام الإسلام ما حاكدن بين دونا ما مستقبل ما حاكدن بين دونا صحابة دي أو تاجنا درس عروس والله النبي قو تاجن مركز النبي قال الله واحد مركز صار النبي فوشي في مكة على سورة دي مركز ودي قلت له كسام إلى لنا وليه الله ما في اللي قوم فإنه لا يعلمون مركز يبغى شهادة ما درى إنه قتي مركز 6 7 نقطة حق الله عرف حق الله عرف وفي أقل مسلمين تنا يجوا نمبر حكيم مصيرون بقتي مركز ويدين تروح يتحدى حدي هل قرب لجاري أه ورماشن هكذا تجينا إكتر تجان درس يا عرس لولا قناة تاريخية مصيبة ده واللي سو كات مسلمين تما أنت أنت الدنبي أي كلام كو يكتها إن كتاب إلى مال مبارك جري أو كو يكتها إن ماركا ما أنت تارك صلاة إن تكلم ده تك مسلمين ده نقطة صعبة أو حجاب أو دار كيس ماشي مرة أو ربا دار كيس ماشي مرش أو زينة ده مرخصة أو شتية ده والله تدار كيس خمور أو مرعك اللي مارتي شراب روحاني مرعك اللي الديارات يكون صارنت أو مركب يكون صارنت أو ضد يكون مرت أو مسلمين تمانتا نيجا أورون من علمانية يمد إباحية يمد كلا هو كلوتة يعني بل ومضم أنت خلاف لا تمد هالخلاف بعد درس قال له الله قلنا مركب ما أنت هنا يسوي تسمع واي مسلمين تاعي وضم بين الديار ذكر واي ملك صلى الله عليه وسلم مسلم ما راح لهم بيني واي على المسلمين تاعي مرة أنا أحبها هاي يجب عدد كون انت ومريض لكن انا اين وح كوالتي انا لهين جودة مرة الى ما قال وح كلامها محايا لهال مخالفة هدي سيكول تو اي هل كام عركة اساءة هاي مخالفات تينا تنكلي اي ام الله يميد بابا كبرنبا انت يسحاول ايدين يمارين هدي انك سيري نمو ايدين بيجينا الله تيري مسلمين تانا الله تيري مالك سيد جوغام حدث عن ذلك ولا حاجة اذا مركز يساقكم اليوشن واخذ يعمل سيفه يمنة ويسرة حتى نال شهادة غيلة على يدي غلام حبشي يدعى وحشيا ومر ما بأرضه من حقا سعرا من حقا سعرا انت أمرك كجرو ما أردتين هوشا كجرو سائسة جدا بوريلي أيا نمبا أبدا كان وحش وما قعاب قسيس أنك صعبا لك والنبي قال أورا يسي وحشي وسي نبي قال أسي ودي شيء أدار كي يقولها وحشي أني إتوبيانا oo si gaar ah loo soo kireystay yaqaan sida wax loo sheeshay yaqaan oo iyaga looga dambeeyay xarbada Soomaanta nabi yiraahdo ciyaartaan qolada saaqulle dagaal qolada saaqulle diyaar samaynta qolada saaqulle maraakiinta qolada saaqulle waaga marka taadmiin waa kala qaybsanado marka la waxa sheesho xagga Itoobiya looga dambeeyay nin marka nin balaa waha ninkan dabcan dabaal ka soo islaamayaan waana taariikh dheer oo soo martay ولما علم النساء المشركين من مصارع الطال المسلمين وعلى رأسهم أسد حمزة ابن عبد المطلب مركي هوان في مشركين تا نساء المشركين وقاعدين إن مسلمين تهليون ذو دمان كاماشا دقول لك دي كون أوكي هنين كديس كان نمبرون وجروا حمزة مركي وقاعدين هريع الطائفة منهن تتقدمنا هند بنت عبا مركي قاحية كم إذا مركي وحقا أويا عي ويهجامي ليس هند بنت عبا التي قتل أبوها وأخوها وعمها في بدر على يد حمزة بن عبد المطلب هند أبه كو ولكن لو ألك سدح سدح لو حاجة دول صار حمزة بن عبد المطلب تجاك في بدر لكن هذا سجار إذا نكتم بيسي مش إن كان إلا سوك ريسو وحشي ونشق جار وفولي إذا كتم بيسي مركة يدي لي على يدي حمزة بن عبد المطلب يكتم بيه وعلي بن أبي طالب أكدن به وعبيد بن الحارث أكدن به فجعلت تجوس بين القتلى مركز يوحي بالوضع
إن النساء قد حوالي يسود ذاتي هكا لقول لها مركز يحب الله ذي فتقر البطون إن على الله كد الله وتسمل العيون إن دهنا يفق صوته وتصمل الآذان إيها إذا تريس وتدعي الأنوف سنكن رفك سينيس ذاتي ميت أهد ميتليش مصمين سنة يعني هو إذا تريس التمثيل ثم صنعت من الأنوف والآذان مركز سنكي إيصال درتي وصمنك إيصال درتي يدريه إيصال درتي وهي كسر ميسته قلائد وخلاخيل قلائد ووح لقشتهم أمارة سلسلة الله حرته إيه خلقات أمارة دمر عليها كل حتى الله سلسلة من يمكى كوكا الله حرته تزينت يا مركز سوق حس ده وقف نوع ما محاربة ما في كده تو حالة سايكو أنسالة نيم قف بنتي إن أنت دول استأكتين على شكل اللاعب وديها أنا كتر وصان كنا مكى دردر كده مكى أنت صور قصة كده من حكوا حرقوه نوعنا مثلا ومنحت حليها إلى وحشي مكافأة له على قد حمزة ذهب كي أي حاجة ورأوا لها عندي تسوق الحمد استان وحاجة هو أظن ما ليس وحشي أو اللي مش إن كان هذا سوف يصير حمزة كانت تخلص أنت صلى الله عليه سجسيس ولما بلغت هندو حمزة رضوان الله عليه مكي حمزة يكوتي من هذا وأنك سألك أول عشان يسي شقت صدره لعبت ساقود العيسي واتثت كبده مكاسي بيركي سلاس وبحده ومضغط مكاسي على لسي فلم تسيق مكاوي على لين ويلق ويلق فلفظت مكاسي تفتي ومن هنا دعيت ما انك الله يبقى الله حلوان بحيه بأكلة المرار ما انت سألون بحيه مع ناس مقعاس ولما انجل غبار المعركة وشاع خبر التمثيل من المسلمين تقالكي يبوركي سمكو هكا كوحكري سوقنا لسلاح حمرو وقادي عدة وقادي إن تمثيل المسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن تلا دردري مثل الأقادي خيم على المدينة حزن عميق مدينة ضم بمروك بقوت من أوادي بحدا وأقبل صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لترى ما حل بأخيها صفية وقبلت حمزة النبي صلى الله عليه وسلم يدري أهينا مركي أي أقادي بإيد المروك سنة سوارت سوارت وعي رطا إنه يدول إستاكتو ويلي حمزة خد عن إنه عركتي رطا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها زبير بن عوام نبي مرك زبير هو لها اللي ونوع إمام دوناي ولها اللي روحين ألقها فارجعها أو فأرجعها حتى لا ترى ما بأخيها كذبت تبق وإذا كذبت تبق دي بيعلي يعني ألقي روح ولا ألقي كدع يعني رنتي ما أساب المقول لها إنه انتهيتي ما دو دول إستاكت حمزة أو علوش يسالو الدلاعي وبارك الغرب بارك يسالك المود مصدي أو العلالي أو الطفي أو رنتي وحيكون نقل لها تبا ولا شيء يعني وكا ولا شيء مثلا فبادر إليها مكة مركي وعزوي بن عوام بماشي انتو أدو قال يا أمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالرجوع وصوبك وكفر يا إن اللابت قالت ولما أم حيو بدي لقد بلغني أن مثل بأخي وذلك في الله وحاج سو قاري إن ورالك إلى الجهجري إلى هيدلتين الله سمي وحكم إلى دبلها والله لا أصبرن واحتسبن إن شاء الله إن كان صبران أجل قروب سنة يبتتان مشكلات ما مجو الجنة طبعا آد بي معركتي وهل كي مركة ننكي سحابي أولا مركة اللي يتلو معركتي وذلك في ذات الإله وأن يشاء يبارك على أرسال شاب الممزق مركو ليه يعني على أي جنب كان الله مسرعي وذلك في ذات الإله وأن يشاء يبارك على أرسال شاب الممزق إلهي دبتي وقبول ما يبني إلهي هدول دورنا لفها إيهل كاسال الله جدلو إلهي بركين هدبا بعيتي لسو إلهي قلتي لو مدي منها وحكم سو إلهي قلتي مدي عنها وده محل أرجح ماشي مكان ملا فأخبر الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم زبير بقول الله زبير عندها النبي قد يقول الله توقوش يا غير بيلي ويني ما قف ما عركتي وش أقول جنج حيسا وجوابت سيد بحيسا فقال خلي سبيل هذا بسيدها تحته فأتت أخاها ما كاسي سود بالاستاكت ولكن فنظرت إليه وصلت عليه تيساوى يكتبه بعيسي واسترجعت إنا لله وإنا إليه راجعون واستغفر الله إله دمداه بأوديس ثم قال رحيت هذان ثوبان جئت بهما ليكفن بهما رواه المرأي رأسه قال كفن عن ولكن لو كفن يوم قال الزبير قلت لي واحد رحيت فلما هممنا أن نكفن حمزة بهما مركي عن اسمي بالابتقاء وحمزة بل أهوية ولوالا كفن وكيدية
فإذا إلى جنبي رجل شهيد من الأنصار مثل به كما مثل بحمزة وحا قرب يال وقرب إسم جيفة ننكلو شهيد أنصار يهو سيد حمزة الله جد الله جد تري فوجدنا غضاضة وحياء وحي مكة حولا وحي نقول نقطة عاب إيو وح لغسر نيتو أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصار لا كفن له إن الله ما ربا إشغو الضرن حمزة كلي تقايل يضو نيك أنساري يا قرب جيفة ونبكي حمزة سوق قاري وسوق قارن وحلو كفني أنيتي الله ما رأينا إشغو الضرن وقعتها فقلنا ما عنه لحمزة ثوب والأنساري والأنساري ثوب حتى حمزة قعبا سيننا نيك أنساري قعبا سيننا هلكي حمزة الله اللي سوق كلنا ثم نظرنا كتبنا الوادي قعبا حدنا صاوئنا فإذا أحد الثوبين أكبر من الآخر وكلوي قالوا أدب معركتين عريب بها منه يليها فأقرعنا بينهما مركزا قرية تورنا يعني هذي هضان كان دارنا حمزة الله سي هذا ما كوب بلونه كان كراني كان الله سي ولي أحيى بعقيدة نما قلت لكن هو قرية تورنا فكفلنا كل واحد منهم بالثوب الذي صار له نما ضو مكة مرج أصل بحري بانو مكة كفنوا كرنيل هذا عمل وكان حمزة رجلا طويلا رجلا طوال من أتو دربها فإذا ستر الثوب رأسه هدي مرض مرح الله غض بوله بدد رجلاه لو لك لو لك باب مغضى وإذا ستر رجليه بدا رأسه هدي لغة الله صارنا مرح الله مغضى فقال عليه الصلاة والسلام يقول كريم غطوا رأسه بالثوب مرح أن دبوله مرح أن دبوله واجعلوا على رجليه بعض ورق الشجر لغة صارنا على انت جيت يا جيتها ماشي كم بعيا على انت هذا مكة كل ضبور من النبي صلى الله عليه وسلم مركي وحاي مركي نيجي لهذا نينكم باندر مرة دار استعان سين لنا نينكنا وقول بعى مرة كله هو شو اللي مكين حاي الملك يقول لنا إنه شهداء عدالة وأني في حالة أيده كوج التحالة مع سه اللي كوجه أو تراجيدي وتعين وقف كل اللي جدد كان كوجه حلا إذا ما كان ده حزني فربنا أي حتى كذي حزني وكمان أدون كل ما وانتهى حالة أيضا الجدر أي عدالة على كتير ولذلك وإلى يمرك ليه جل وعلا عدالة أوجا حالة ضل الجدر حالة ضل الجدر هذه حتى يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط أيضا يكونوا قوامين بالله شهداء مركو إله سبحانه وتعالى وتمام بسرعة علينا وحا أنت على تمام حالة ضل الجدر إن هذا باشك الله حن كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم بتون إله سبحانه وتعالى ولي. ولا تسأل عن حزن رسول الله على عمي هذا نبي أنتم مرجوذة وحلا قياس كرامها فمن نظر عليه الصلاة والسلام إلى مشهد لم يرى أوجع منه النبي صلى الله عليه وسلم رنتي مصمر مشهد كان كرحة من بدن تاريخ ليس يعني أنت أو النبي صلى الله عليه وسلم أركي سحابني سؤال قال يقول لك ضيء ودبات شو قال يسوع طمع كلام أكيد رحمه الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعي رحمة الله عليه الله كون حريصه لقد كنت وصولا للرحم فعول الخيرات من قرابة حريص بدن بعد هاي خير كان لي ما تصلي أما والله إن ما كنت شيء ما يوقف كتب بني مكة صلى الله عليه وسلم بشرية الرسول بصوب بحيس لأمثلن بسبعين منه إن ظفرت من تضاعت تنبع كارع وكو أريام تضاعت تنو يكمل أي أن سيد أديك الله وجد درى ما كان دم توكل وجد دونات أنت بركني فنزل عليه جبريل جبريل بسود دي مكي قبل أن يبرح من مكانه ومكان نبي ومعيش كما قابل بجملي بقوله جل وعلا مالك سوحة سودة أيضا أودا بيس صورة النحل إلى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابر هذا أربع سنة إسان عقاب إسان أنت اللي نكوس بني سمعي يلوى الضوء لكن ولئن صبرتم هذا صبرتان له خير للصابر تاسع خير بغير نبي نحكي أوكي ما خير بين أمرين إلا نبي صلى الله عليه وسلم هذا كان لبلاً كان كخير بلاً وح خير بلاً وقالن جي مركا إن وحي حمزة المسلمي لا أرى أو سيدة سكر اللي بيساي وحكم جبن إسلام من هان هاي الله سبحانه وتعالى هو تمام هو تمام جل وعلا وفي واحد دنبي وحي الغسل سميه وجزاء سيئة سيئة مثلها وبنانته لكن فمن عفا وأصلح فأجر على الله وفي سعة فيها وإلى المشكلة ما أجر كيس على الله دو ماشي كذي على الله إلهي إلهي سبحانه وتعالى حدوث قصية كل مركز الرادعين وصانوا بحدوث نوعا برنا إنا كرسوا بحنو
waxa ku jiro peerlesska waxa jira mawaaqif nadira buu ilaahay subhanahu wa ta'ala isku soo celiya sida hadda soonka oo kale asoomu ni waana jibi tawamid qofki inta dhib loo geysta ilaahay dartii u sabra oo aan aasadna fa ajruhu cala allah oo camal ba ajruhu cala allah baa layidhi oo kitaabkaana aqrina ajruhu cala allah dhegeysaga dhegeysana ajruhu cala allah salaadan tugana ajruhu cala allah ama ilaahay laakiin leesh huna waxaa rabaa in lagu yidhaahdo camalka kan iyo camal ba allah laakiin kan waa se special yacni bimacna haddii salaada ajirkeeda u xadidan yahay jamaca haddii lagu tago 27 daraja ay xadidan tahay kan xadid ma laha إنما ما كان من إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب والله ميسا لا قياس كل مركة صبر كاس كل ثواب كيس قال قال إيه سبحانه وتعالى يسوع إيه حالي وأنا هلك وكشر القات صنق صنق إلى أنا صبر واتكسرت من تري عبيتان كي هودادي شهودادي واتكسرت صنق مركز سؤال هو شيء يبقى مركز صبر له إلى سبحانه وتعالى ويكون تنيد الله صحيح حالنا أنا بحين يسجار يروح البو بحين فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين رسول الله مركز سالي اللي مو نعرف تلك ركيلة وكفار القاتم وكفار قوت صلى الله عليه وسلم وكفار قوت وأمسك عن ذلك أرنك المكاح كذلك وأمر الرسول بالشهداء فضوف من جماعات الجماعات مركز النبي صلى الله عليه وسلم شهداء في حد الله الحبارة طبعا ده ترى ذي كفر تمارك تين مركز حد أحد يكلم إنجليو إلى سديتن بعمرشة مقابل تود أي تعب مركا قبور كفلا مركي إنه ولا قضاء دكنوا الدالين جب بسوق جارا ضد بعض دعوة مركنا نقول لي كح كح يشوف معركة أحوال وصح الله عصو سأو دوب مير وقال مركا لي انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابي سيؤكل القرآن بدينهين وكل القرآن بدينهين وكل هرمريو نمن نك وكل القرآن بدين حكى هرمرو مركي قارية نمبر ون لجيليا نيك صدق الجزء كفسان كو لباتن الجزء باكو فيها طبعاً كاكو فيها سيالك تضبط واسدة إذا هل كان مركو حفام يسا إذا ماشي للجو قارية القرآن هل كابا كرامر وقو بلابان يسا تي هرمرك ولا صوته كرامر هل كيسيك بلابت مركي صاحبنا وحاوه الرأي وحا ليه اقرأ فرقة فإن درجتك عند آخر آيات تقرأها ويسوق السر وحاصل من فضل إله سبحانه وتعالى يسوق الطالب ثم أشرف عليهم جميعا مركز النبي صلى الله عليه وسلم يتوسج السبب أنا شهيد على هؤلاء أنا شهيد على هؤلاء أنا مخاتك أنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعث يوم القيامة يدمى جرحه اللون لون دم والريح ريح المسك مرخاتي بان كأهل من كسو إيه كمنا دار حسو كارن أما ما أنت ماشن كل شهيد إن إلهي سبحانه وتعالى يوم القيامة وصو صار الدنيا ديب وصعب وقصعب لكن ديقا من الأهم بو ديب ويهي لكن ديقا دو قيد معها الريح ذا كسو بحي سنة ديقا أول الجريل معها ومسكي وحقال بو القوم بو إلهي سبحانه وتعالى ما كأهل ما كسو ديقا ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند رب يرزق الفريحين ما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع أجل أي ناس ما حيث يسود دقينه مع السياق سورة آل عمران بوصل الصعداء ولما وراهم الرسول مركو الرسول كساو حبالي وراهم الرسول ترابا مركو عيد ساو برغل عاد إلى المدينة أسوانا حزينة النبي قال أمور قيسا أي المدينة نور كل عقتي فمر بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهر مركز وحو صامر دار كاملة دارته دار أنصار هل كي يدقين من رب بني عبد الأشهر فسمع بكاء النساء وحو مغل هون كي بورانية ونشيد جهن على قتلهم يو بورانية ذكي لغا لاين فأهاجع حزنهن حزنة نبي صلى الله عليه وسلم مركو أركي هون كي وصلان مركبة ويسي كورانا وأثار لوعتهن لوعه لوعته مركز النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الكتاب فظفرت الدموع من عينيه الكريمتين مركز النبي صلى الله عليه وسلم ليس إن دوت إله سبحانه وتعالى وشرف اللي مصود أختي وغير ولكن حمزة لا بواكي له ولكن حمزة ما تعيده ويساي مرها طبعا حمزة لا بواكي له النبي صلى الله عليه وسلم مركز هذا كأولي هاي محايا لي قراب مجو المش أولادي أولاد ما ضليها إلا سيدي ضل الشيقة سان بياسيو الموضوع ضلي
لكن ما يشمين جوجين ما كل لي يعني قلها كان هذا وعو برورانية خيركو يكتو ده لكن حمزة حمزة هذا كان وابو كدقي ما كل نبي صلى الله عليه وسلم مع ناس ما كتوي فسمع الرجال الأنصاري كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصار ما كان مقل النبي صلى الله عليه وسلم أولا وكان أنصار دكو ذوقي لكن حمزة إدو يسمك عمالها مركو مركي مقلان فحزت في نفوسهم أنك أرحوغا نفسد الضغوطات وأمروا نساءهن أن يذهبن إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ينكي ومركة فروك يقول رسول تبعه ليبكين عما إذن كان حكي إنتا تكتان عليك وسعوي فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بكاءهن على حمزة ما كنا لك المقلية هو ينكي وقوي برورانين رحم الله الأنصار اللهم نحرس ارجعنا يرحمكم الله لابتو إلى سبحانه وتعالى إن الحريسة فقد آسيتنا وعزيتنا وقد قرب استايتين وانا صبر جلسين طبعا النص كان إيه هدان دول استايتوا طبعا وحالة الماما علماء قد قول لي ما كاشو النبي يلي هدى كده اللي نقول لك صلوات ربه وسلم عليه طبعا بيد الله بعد لما الدين شرع عمل قف إنه اللي بايب وليد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يسأل دلتين أو اللي أنتم سألوا صلاة عفتي واللي ويجيبوا ويقول هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادي وأنا حريص إلهي ولحد قلوب تأدو مريسة قفك اسمعي لك رأوا إنه اللي ما يمش كلا مر لكن واحد الديدة يا ونبي ليس منا مطر صاني إنه بتوحيد كان أنا معها قفك لطن لي مالا أو إن لا سكراعه أما شق الجوب ومكا ركا نقف ركيس أو جعجعه أنا عيد لي سكرغو تامك إلهي سبحانه وتعالى راضي كمان ألقى مركز نمان كشي على حوية كرة ديانو مركي الأطميات وحي يقانا ما ننكي ما عرفتي كربلا بيوسو الدنيسان لكن شاقكو مالا مركز النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشو سيد جري وحانا لما ودي مركي صلى الله عليه وسلم مركي إنان إن هوايكا كان إنا أسو على التعزيرين مركي ما شدي ما نقف كينا إلى المسؤول دافتو حسكر رحمة إلهي والمشكلة مركا مالا لكن إن لما الشيقين إن أي يبنى أي قبسيان معركتي أوين برور أو إلا لما أقوله لكن هدي أيد على حتى النبي صلى الله عليه وسلم في رلابتا ما لك أكدم ولا حالة مدينة هانا رنتي ما بنانا إن مكا لصمر ما عندنا رنتي وعين مقاطع الشقة احترافية الجزيرة نأكي يمر برغرام الشو داين دمر بعض كل شقة يستوى صار دمر بعض كل شقة يستوى عشان مكي حرق على قبل انتو أني كان مركز واحد شو عندي سنة يساء لون كذي معركة مشاعر جديدة حرة أفر كم يوكسو قال لي حكى سي عادي يساء مرة من بدو بي مرة يوم من بدو بحرانيا مرة يبى على جه جه يبى على سكوش شوية ما شاء الله يويا وأنا قصب دي سنة صومانتا هم المركز وروسي فنانين تا لو مكين صو صو ضبط ما أنت سكون عايم ولا دي لو يرى سكوت معركة معركة أروس كاس لنوع يارن حكى أنا حالي رضو مكين يويا لها مكين marka waxay ka mid tahay waxyaabaha caadadka jahiliga islaamka oo la dagaalamay marka naska kan dalil uma noqonayo waa qabla tahriimi nabiga ulama jeed nabiga sallallahu alayhi wasallam barartay ka wadi in loo damqado maadaama ay maasha aanay joogin xeerarkii ama xiyaabkiisa aanay joogin ilaa hona wabillahi tawfiq